الزمالك بقى عايز امام عاشور احمد عبد القادر؟ لا لا، يعني حتى لو عايز احمد عبد القادر مش امام عاشور، لان ما فيش اصلا كلام داخل الزمالك على امام عاشور. لو احمد عبد القادر اطرح من خلال وكلاء، واحمد عبد القادر مرتبط بتعاقد مع النادي الاهلي، فبالتالي هو عشان يخرج ويرجع تاني زي اي لعيب حصل معاه كده، ده هيتكلف رقم كبير جدا. الزمالك اصلا محتاج دلوقتي 300 مليون جنيه. فالكلام مش وارد. هيزود على اللي هو من احتياجاته رقم يعمل بيك، ومجلس الاداره ما عندوش تفكير اصلا الحالي لفكره ان انا اخرج لعيب واعمل كوبري وارجعه على الزمالك. ما فيش تفكير للكلام ده، خاصه ان عبد القادر يعني هتلاقي يا كريم احتياج الزمالك ليه. لو هيروح لعبد القادر طب ما يروح لاشرف بن شرقي. طيب.